نهار 9 نوفمبر 2020 عيد الملك سال الاجتماع ديالو مع اركان الدوله بخصوص يعني الاشراف على الاستراتيجيه الوطنيه ديال التلقيح لمواجهه كورونا حتى عرف المغرب واحد التسونامي خطير ماشي داك التسونامي ديال اليابان ولا التسونامي ديال اندونيسيا لا هذا واحد التسونامي ديال فيك نيوز تسونامي ديال الاشاعات وتسونامي ديال التشكيك في هذه الاستراتيجيه الوطنيه التي تراسها الملك وتسونامي ديال والتنقيص من داك التلقيح تلقيح الصناعي حنا ما من وراء هذا هاد, هاد تسونامي شكون هي الجهه واش اللوبيات ديال الشركات الاجنبيه غاضاها ان المغرب تعامل مع شركه الصينيه وبالتالي الصين دات السوق ديال المغرب واش دول ديال الجوار يعني آه لا تنهم ولا تنعم ولا تهدأ إلا إذا كان المغرب فيه بالبلاغ وفي حالة الاستقرار لست أدري ولكن إحنا كصحفيين وكمؤسسة نؤمن بواجبنا في أننا نوفر المعلومة الصادقة والفيابل للمواطن مشينا دقينا على على الباب الباب المسؤول على توضيح يعني هذه الاستراتيجية ألا وهو معهد باستور علاش معهد باستور لسببين رئيسيين اولا المغاربه يثقون في هذه المؤسسه ديال معهد باستور بالنظر الى المسار والبروفيل ديال الاطر اللي اللي فيه من خبراء من اطباء من بيولوجيين الى الى اخره ثم ثانيا شرط الوجود ديال معهد باستور هو لكن الصحفي ديالنا لما دق الباب باش نأخذ اذن وموعيد مع متخصص يشرح للناس هذه الاستراتيجيه وفي نفس الوقت يعني يعني يشرح الفلسفه ديال هذه المشككين في هذا اللقاح الصيني طلبوا منا ناخذوا اذن عند الوزاره مساله عاديه معروفه الفناها في المؤسسات العموميه التي تدفع بعدم اعطاء تصريح الا اذا كانت واحد الرخصه من عند الوزاره الوصيه لكن الصدمه فين كانت قويه خلاها عبد العزيز الصدمه كانت لما دقينا ديال وزاره الصحه ففوجعنا في كون ان الوزاره حنا ما بغيناش ندويو في هذا الموضوع وماشي سوقنا وما غاديش نعطيو حتى شي اذن هنايا يعني تفاجئنا يعني شنو هو يعني هذا العلم البشريه خلقت واحد العلم ديال التواصل المؤسساتي وعلاش خلقت البشريه هذا العلم؟ باش اننا المعلومه الشفافه والمعلومه الصادقه وفيابل كتكون في متناول المواطن وفي متناول الراي العام هذا من جهه ومن جهه ثانيه كنمنعوا هذوك الفيك نيوز والاشاعات من ان تتمطط في المجتمع وتجعل المغاربه فريسه هاد, هاد الاخبار الزائفه ثم ثالثا يعني هاد الادارات والولايات والمؤسسات العموميه والوزارات الى اخره الى ما كانش يعني هاد الاقسام ديال الاتصال المؤسساتي يعني مسموح لها انها تتواصل مع الناس وتتيح المعلومه الرسميه والصادقه امامهم اذا علاش حنايا مخليين هذه الاقسام التي تلتهم الاجور وتلتهم واحد الميزانيه باهضه في التعويضات وفي الامتيازات وفي في الكراءات وفي السيارات وفي التليفون وفي التليفون الى اخره اذا هنا السؤال الذي يطرح واش الحكومه ديال العثماني والوزير ديالها في الصحه واش مع المغاربه ولا مع اللوبيات التي تتغذى من الاشاعه ومن الفيك نيوز هذا السؤال اللي مطروح واللي خاص يجاوب عليه السي العثماني في بيان رسمي باش يوضح للراي العام الحقيقه هذه لهذا التلقيح الصيني